يا شباب، وقبل ما يبدأ المقطع الاسطوري انا وستورم يا شباب اقوى مقطع النهاردة، فاتمنى منك تدعمنا. شوف انا اقول لك ايه، تدعمنا بزر اللايك وتشترك في القناة انت مش مشترك، لان بنسبة كبيرة جدا مش مشتركين في القناة يا اخي. عايزين نوصل نص مليون، حط اشتراك وحط لايك. الناس اللي بتسأل ازاي بتحط لايك وبتحط اشتراك، زي ما انت شايف قدامك على الشاشة، هتحط اللايك تخلي الزرار لونه ازرق، بعد كده تروح على الاشتراك تتك عليه تخليه لونه رصاصي، الزرار الاحمر ده تخليه لونه رصاصي، بعد كده تفعل زر الاشعارات وبس استمتعوا. اوكي يا شباب، دلوقتي انا هشوط الكرة. بصوا شوطة جميلة جدا هشوطها في ستورم دلوقتي. شوفوا يا شباب، جاهز يا ستورم؟ ايوه جاهز. بص امسك الزاوية اليمين عشان انا هشوطها في الشمال. جاهزين يا شباب؟ 3 2 1، ليتس جو. قرب، بعد كده قرب. ايوه تعالى على اليمين. وقول لي تعالى على اليمين يا ابني، صد يا ابني، انت المفروض تصد. طب ماشي. يلا صد الكرة دي. بص رايحلك فين؟ بص يا اوعى شوطها، هشوطها. يا ابني صد يا ابني. هتيجي في اليمين تضحك عليا يا جو. اشتغلنا وانا عشان ماشي يا محمود، قلت لك جيبها في اليمين يا محمود. يا عم ما قلتلكش اجيبها في اليمين، المفروض انت تصد. انا بقول لك هجيبها في اليمين، يبقى انا المفروض انت حارس، المفروض تبقى عارف اللي انا بقول لك كده، عشان خاطر انا هشوطها في الشمال. خليك ذكي بقى يا اخي. انا اما اول مره العب كوره شرفنا يا بيت. طب خلاص بقى، خلي دماغك الصغيره ديت وتفهم معايا الكلام اللي انا بقوله كويس، لان النهارده عندنا مغامرات وحاجات كبيره جدا هنعملها النهارده. فقبل يبدا المقطع يا شباب حطوا لايك واشتركوا في القناه انتوا مش مشتركين، وانضموا معانا الجيش المكمليون. يلا بينا طيب لمغامرات النهارده. مغامره؟ اه نعمل مغامره. ايه النهارده؟ هنروح المكان الغريب اللي في اخر الخريطه. انا زي ما انتوا شايفين يا شباب، احنا بعد ما بنينا العالم انا والعيال في مكان كده. بص اهو، شايف كده انت كده؟ شايف؟ اه شايف. زي ما انت شايف في هناك يا شباب على اليمين والشمال كده، على الشمال فوق في مكان مدور ومكان تاني مدور، في مكان دايموند ومكان ايمرالد يا شباب. احنا هنروح نستكشف المكانين دولت انا وستورم جي جي يا شباب. هلا انت جاهز يا ستورم؟ ايوه طبعا جاهز. يا عم انت جاهز ازاي ودماغك صغيره كده يا عم؟ انت بتبطل تنمر بقى. مش بتنمر عليك، انت اخويا كده كده. في حد بيتنمر على اخوه؟ انت انت اخويا يا ستورم، اخويا. بص لا بعرف. وليه بتعرف من اخوك؟ يلا اللي بتعمل بتبيع على السرير. تعال معاه. خلاص يا عم مش عايزك. خلاص يا شباب تعالوا بقى دلوقتي ننام يا شباب، وبكره الصبح نبدا مغامرتنا الاسطوريه يا شباب. الحق يا ستورم، انت اللي عملت في السقف كده. لا ده كريبر. كريبر ايه؟ ايه اللي جاب الكريبر فوق يا ستورم؟ انت اللي خرمت. لا يا عم لا لا لا، في الحلقه اللي فاتت كان في ساحره هي نزلت من السقف، هي اللي عملت كده. ايوه ما انا عارف، بس انت يعني انت مش هان عليك انك كده تعمل اي حاجه وتسدها، تسيب البيت مخروم كده وينقط ميه؟ غبي قاعد بيستحمى. بس في حد بيستحمى في ميه نطر؟ ايه ده، الواد راح فين؟ ده نايم. صباح الخير. ايه ده انت لسه نايم؟ بص شباب نايم ازاي. خلاص خليني نايم، عقبال ما هو نايم كده اروح اجيب له الاكل بقى يا شباب، عشان انتوا عارفين ستورم صغنون لسه بس غبي شويه يا شباب. مشكلته انه غبي، عارفين لو ستورم ده مش غبي والله العظيم هيبقى احسن بني ادم في الكون. طبعا ماما بقى ايه مظبطاه من ناحيه الفطار وجايبه له احلى فطار. ستورم ابني، قال انت بتمشي وانت نايم؟ يا ده ستورم ده بيمشي وهو نايم. ايه قوم يلا قوم. إيه؟ قوم. انا قمت اهو. ايه في ايه يا ابني انت نايم لسه؟ انا نايم. خلاص انت قمت. بقول لك ايه يا عم، يلا بقى عشان نشوف المغامرات اللي هنعملها النهارده، بس اهم حاجه تشرب الحليب. اشرب الحليب كله فيتامين. ايوه الحليب. ايوه اشرب. أيوة. وكل بقى الخبز دوت، واشرب البتاع ده وخلي كيكه اما نيجي. يا ابني انت بتنام ليه؟ كل دوت عقبال ما اجيب الحاجه بتاعتنا اللي هنمشي بيها النهارده، عشان خاطر نعمل بقى يا شباب المغامرات. لان النهارده اروح على الشمال زي ما انتم شايفين حفره الدايموند وحفره الامرد. جاهز يا ستورم؟ جاهز. لف كده وريني ظهرك. لف وريني ظهرك. ايه يا ابني اللي انت شايله ورا ده؟ وريني ايه اللي انت شايله. انت سرقت لبن يالا؟ اوه دي كبيره قوي، دي تكفينا احنا الاثنين. خليها معانا، نشيلها معانا. ماشي خليها معانا تكفينا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا شباب دلوقتي هروح المكان دوت. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين هناك اهوت. في الجامع على الشمال. ايوه الجامع اهو يا شباب على الشمال. بعد كده نمشي قدام سنه، في مسبح ناري ومسبح مائي. تعالوا كده نبص عليه بص عشان نبقى عارفين ان احنا ماشيين بس في مكان مظبوط. ايوه مسبح ناري ومسبح مائي. نمشي قدام سنه يا شباب ونخش يمين، وبعد كده نخش شمال. محمود نعم، انا عايز اكل في ماكدونالدز. محمود عايز تاكل فين؟ ماكدونالدز هنا يا عم. واحنا معانا فلوس عشان ناكل في ماكدونالدز؟ يلا يا ستورم.
خلاص خلاص خد يا ابو دماغ صغيره، تعالى ابقى هاكلك في ماكدونالدز، هاكلك طب خلاص هاكلك احلى فرن مشويه من ماكدونالدز. يلا بس يلا دلوقتي طيب نكمل، خش الشارع ده. ايوه ستورم. اوه شفت اللي انا شفته ده؟ ايه ده؟ واو يا شباب شوفوا شوفوا شوفوا، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. طب بص بص ندخل انا وانت الحفره دي. ايه ده محمود؟ واو شوفوا يا شباب حفرة الدايموند. واو 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 اهم بقول لك ايه، احنا قبل ما نعمل اي حاجه اتعلم من الدايموند اللي في الحفره دي كلها. يلا يلا ولا اقول لك تعال نستكشف المكان. خد محمود امسك نفسك. الله عليك ستورم امسك نفسك يا شباب. استنى نط له انا كمان. ويييي يلا بينا يلا يلا يلا. في صوت هنا، في صوت ستورم ستورم يلا يا ستورم نمور يا ستورم. لا 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 استنى 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 ستورم نمور. الحق الحق انا دايموند 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 يا شباب دايموند. اسمع اسمع احنا هناخد الدايموند ده كله، انا هاخده انا بس، انت بقى هبديك منه شويه واكلك في ماكدونالدز واكلك في المكان اللي انت عايزه، بس لا 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 نمور. لا بقول لك ايه بقول لك ايه، في صندوق هناك اهو خد انت اللي فيه وانا هاخده. يا الله طب يعني ده في دايموند، طيب انا هاخد الدايموند وانت خد الشيست. لا 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 خد انت التاني، ما تبقاش طماع بقى يا ستورم، انا خد الدايموند وانت خد الشيست. لا انا عايز دول، عايز دول. طب خده من البيكاكسه وتعالى خده، تعالى خده من عند النمور. وريني هتاخده ازاي من عند النمور، وريني فرج الناس، وريني هتاخده ازاي من عند النمور يا غبي، وريني. اوعى تنزل عند النمور. لا انت هاته من عند النمور انت. لا مش هجيب انا حاجه من عند النمور، انت مش انت اللي عايز الدايموند هنا، خد البيكاكس بتاعه. اوه تاريخي يا محمود. انا رخم. يلا نط عنده. ايوه ايوه خدوا يا الله يا شباب. طيب يلا هيجمع الدايموند يا شباب، شوفوا ستورم بيجمع دايموند وانا كده يا الله. طيب لازم انط الناحيه الثانيه. طيب يلا بسم الله بسم الله. مش هتجيبني يا الله، لازم اطلع فوق ده كله تاني يا شباب عشان انط الحفره الثانيه. طيب يا الله يا الله يا الله. طيب اوكي يا شباب عادي، نو بروبلم نو بروبلم، بس هنشوف اني واحده نطها النط دي يا شباب. اوكي فلازم انا يا شباب مشوار، والله مشوار، معلش معلش. اوكي يا شباب ودلوقتي انا طلعت زي ما انتم شايفين، لازم بقى انط في الحفره الثانيه، تقريبا صعبه جدا يا شباب. ايه موت؟ نعم اطمن عليك بس يعني. يعني انت جمعت بقول لك ايه، معايا لبن؟ تشرب لبن؟ انا سمعت ان في واحد كان لقى كلب عطشان واداله ميه داخل الجنه، فقلت يا كلب يعني عايز تسقيني انا عايز تسقيني. خباك ما فيش كلب غير بيتكلم كلب. ايه ازاي كلب بيكلم بني ادم؟ ها هاي يلا شباب نطلع نشوف الحفره الثانيه. يلا ويييي الحفره الثانيه دي بتاعتي، ليتس جو ليتس جو. اوكي يا شباب اوكي اوكي، تعالى ستورم ستورم. هيتهاش اطلع تاني. شوف انت في ايه في الشيست. هشوف انا ايه في الشيست. بسم الله يا شباب، هل انتم جاهزين ان نفتح الشيست بتاع حفره الدايموند؟ افتح. واو واو يا شباب واو، كل ده دايموند. دايموند لا لا شوية شوية، ما تاخدش حاجة ما تاخدش حاجة، لا ما تاخدش حاجة ارجوك، اياك تاخد حاجة. انا معيش غير 30 بس. انت خدت حاجة؟ خدت دايموند؟ لا لا دول بتوع انا ال 30. ايوه ايوه خليهم معاك بقى عشان انت ما رضيتش بقليلك، شفت ربنا عمل فيك ايه؟ عشان لو كنت تصبر كنت تاخد الشيست ده وتخليني انا الطماع. لا عايز ايوه لا ما تعيطش. طيب خلاص خلاص خد شوية يا عم، خد شوية خد شوية. يلا يا كلب. ايه ده يعني انت بتعيط وفي الاخر بتقول لي يلا يا كلب؟ يلا يا ستورم ستورم اديهم راس يا ستورم ستورم. لا لا ليه لا؟ لا انا عايز ده. انت اديتني دايموند ماشي خلاص. مش عارف اقوم انت بقوم يا ابني، انت بتهزر يا ابني بتهزر وربنا، يعني انت لسه واخد مني ستاك دايموند، عايز دايموند تاني؟ راس الزومبي. ايه ده؟ لا لا ايوه 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 شوف ايوه. اوكي يا شباب اللي لسه ما حطش لايك احط لايك، عشان دلوقتي اروح غرفتي حفره الاميرالد. يلا يا ستورم ليتس جو. يلا يا شباب يلا 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 انا هسبقك هسبقك على حفره. لا يا شباب بقيت تحته. اوكي ليتس جو ليتس جو على حفره الاميرالد الاسطوريه يا شباب ليتس جو. تتوقعوا ايه اللي فيها؟ اكتبوا تحت في الكومنتات وهثبت تعليق. اكتبوا تحت في الكومنتات تتوقعوا ايه اللي موجود في غرفه الاميرالد دلوقتي. انا اتوقع يا شباب ان في غرفه الاميرالد عربيه، انت ايه رايك يا ستورم؟ اوكي يا شباب دلوقتي هننزل حفره ايه؟ حفره الاميرالد الاسطوريه. جاهز يا ستورم؟ لا
لا لا الواد ده غبي اصلا، سيبك منه، احنا اصلا مش عايزين منه حاجه. يلا بينا. بسم عم الله. ما شاء الله يا غبي يا عم بقى، حرام عليك بقى. امال انت ايه؟ طيب انا زكي. خلاص يا زكي، يلا يا زكي، ليتس جو ليتس جو يا شباب. ايه ده؟ ستورم ستورم الهيدش الهيدش، اطلع. طب اطلع 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 تاني اطلع تاني. ستورم في واحد عندي هنا ماسك لي سيف، اطلع بسرعه. لا والله اه والله انا خايف جدا. انا معايا سيف، انا معايا سيف جاي. تعال تعال. نعم في الغرفه دي. احنا جاي 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 جايين هنا اصلا، يعني ما بنعملش حاجه. ازاي ما بتعملش حاجه؟ انت جاي هنا ليه؟ مش هينفع حد يجي المكان ده. اطلع فوق. لا مش هطلع فوق، استنى ما اخويا يجي وبعد كده اطلع فوق. لا اطلع فوق دلوقتي. لا لا اخويا هيجي دلوقتي ونطلع فوق. ستورم إيه؟ بيقول لي اطلع إيه؟ فوق. اطلع فوق عشان ما اقولش للرئيس. رئيس مين هذا؟ ده عصابة مخبين كنز؟ مش عارف، تقريبا هم عصابة مخبين كنز. يلا هات من هنا شر يا ادم. اضرب 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 اضربه اضربه اديله يا ستورم اديله. الله عليك الله عليك يا ستورم، الله عليك يا ستورم يا بطل، الله عليك. ده عمال يقول لنا عصابة ومش عصابة، اكيد في حاجة هنا، يا اما مخدرات يا اما كنز ان شاء الله. فحم. ايه؟ فحم. في فحم. ايه يا ابني انت هتعمل ايه بالفحم يا غبي؟ طب يلا يلا يلا. طيب نكمل. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. افتح. ايه ده المكان مقفول؟ ايوه يلا كسر 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 يا ستورم كسر. يلا واو. شوف 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 ايه بتاع بتاع. لا لا النص بالنص نص بالنص. لا لا ليه كده يا ستورم؟ نص بالنص نص بالنص. ماشي خلاص اوكي يا شباب. اخد ايميرالد. ايوه يا ستورم ايوه نبقى اخدها يا عم. اكلك في ماكدونالدز يا عم. لا انا بقى اللي هعزمك بقى. ماشي يا عم. يلا محمود اسمع ستورم، في مكان غريب تاني الناحيه التانيه، تعالوا تعالوا كمان نشوفه. تعالى يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هناك اهو كشاب، بس عشان نعرف نروح من هنا لازم نطلع وننط والكلام يا شباب. يلا ليتس جو ليتس جو. شباب انا متحمس جدا يا شباب، احنا شايفين كميه الموارد دي اللي بقت معانا من حفره الايميرالد وحفره الدايموند. انت ممكن تعملوا تحدي مع صحابكم انكم بتعملوا حفرتين، بس مش بطريقتنا. لا يا شباب مش بطريقه التمثيل، بطريقه انك تعمل تحدي اللي يجيب الدايموند او يجيب الحاجه الاول وبعد كده يطلع، ولا ايه يا ستورم؟ نبقى نعمل التحدي ده. يلا يا ابو راس صغيره ابو شكله. الله يسامحك الله يسامحك. يلا 3 يلا الغرفه اللي هي تحتين. 3 2 1 ليتس جو. هاي طلعت. تعال. ايه يا غبي؟ ايه يا غبي؟ ايه ده؟ طلعت انا غبي. ليتس جو ليتس جو. اوكي 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 اطلع على الستور يا شباب. والله مشوار مشوار مشوار. اوكي يا شباب طبعا زي ما انتم شايفين انا رحت وديت الموارد بتاعتي البيت بقى عشان خايف عليها، وستورم قاعد بيكسر ويظبط وضعه هنا. مش عارف انت بتعمل ايه يا ستورم. امور انت جيت امتى؟ انا مستنيك يا ابني. يلا ما انا قاعد وراك اصلا من الصبح. يلا بقى عشان ننزل. ايه المقرف ده؟ ايه ده؟ فرال يا شباب فرال. جسم اشعر جسم اشعر. يا بقول لك ايه يا شباب، بنات مين فيكم يا شباب البنات اللي بيقرف من الحاجات اللي هي زي الفران والكوارد دي؟ تعالى يلا امسك دول امسك دول امسك دول عشان عايز اوريك حاجه. اصبر. ايه ده انت بترميهم ليه؟ طيب خد خد اوريك حاجه. اصبر اوريك حاجه. طيب امسك. طيب بقول لك ايه. بص فار ليه وعر فار يا شباب. شوفوا شوفوا فار مسلوخ يا شباب فار مي. امسك الفار ده. الله. لو كلته هديك ايميرالد. لو كلته هديك ايميرالد. حاضر هاكله هاكله. هتديني قد ايه ايميرالد؟ اديك استكين. احلف بالله. والله. يلا 3 2 1. امسك امسك ودنه وفيت في زوري. يا كلب يا كلب، بلست كده الامرل ما كلتوش انت تفيته تاني. يا شباب بقول لك ايه، في حاجه لقيت حاجه. شيست يا شباب وعليه فرين. شيست وعليه فرين. طب اسمع قبل ما تفتح الشيست، طالما هو بتاعك هات الحاجه اللي معاك وكده، وانت خد الشيست ده يا عم انا موافق. لا تضحك عليك. لا مش هضحك عليك مش هضحك عليك. بقى الموارد اللي معاك كلها وانت تاخد الشيست ده مهما كان فيه من دايموند او موارد او ادوات هتاخدها ليك. اوكي خلاص, خلاص موافق. قول والله ما هاخدها تاني. مش هاخدهم تاني خلاص. ايوه الله يا شباب الله 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 الله. يلا بقى يا شباب الستورم لو حظه حلو هيطلع له حاجات كتيره في الشيست ده وهيبقى معاه موارد لحد ما لا نهايه. انا الحمد لله رجعت حاجتي البيت وهيبقى معايا موارد كتيره برضه. يلا ستورم جاهز افتح. ها لقيت ايه؟ واو. انا عندي فكره حلوه عندي فكره حلوه.
احنا نرجع كل حاجة زي ما كانت احسن. هات لا مفيش حاجة اسمها ترجيع يا حبيبي. شفت وسع وسع يلا وسع يلا وسع وسع. انا غلطان، انا اللي طمعت، انا اللي طمعت. هات يلا. لا يا حبيبي مش هسيب انت عشان تطمع. ارجع يلا ارجع. هتدفع عليك امرالد. ايوه هات هات تف هات تف. يا شباب ايوه يا شباب، خدنا الموارد كلها من ستورم يا شباب، من زي عشان محدش يطمع بعد كده. عشان محدش يطمع بعد كده يا شباب، يبقى عارف هتبقى نهايته عامله ازاي. ايوه ستورم ضحكت عليك ضحكت عليك ضحكت عليك ضحكت عليك. بص بيرميني فرين الكلب، بيرميني فرين. اوكي يا شباب، وطبعا بقى دلوقتي خلصنا التحدي انا وستورم، وانا اللي كسبت وستورم طلع طماع يا شباب، ومعرفش ياخد حاجه ولا من حفره الامرالد ولا من حفره الدايموند يا شباب. وبجد بجد متشكر لكم الناس اللي شاهدت المقطع الاخر. تكتب تحت في الكومنتات بطاطس عشان اتاكد انكم كلكم اتفرجتوا الاخر. اكتبوا بطاطس، جيش البطاطس يكتب بطاطس. بطاطس ايوه بطاطس. طبعا كان معايا في مقطع النهارده محمد الكينج، ستورم جي جي، وامكام جي جي. ستورم استنوا انت مسمي نفسك جي او اللوجي قال له. اوكي يا شباب شوفكم مقطع الجاي اخير اللي احلى جيش كيش مليون. توصل المقطع ده اكبر عدد لايكات وتنضم لجيشنا عشان نوصل 300 ونوصل 400 الف مشترك. فان شاء الله يعني ضيفوني انستغرام قدامكم على الشاشه وبس. سا 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 سا, سا. سلام. سلام يلا يا ابو راس صغيره يا معفن. مك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. كلنا واحد مفيش فرق بين غني وفقير، مفيش فينا طبع طمع كل شخص فينا كريم. بنكبر سوا بالرحب بأي حد جديد، ايدنا في ايد بعض مش بنيجي على الغريب. بشوف الفرحة في عينكو بفرح وسطكو انا بكبر، الدنيا معاكو بتبقى احلى اكتر. مع بعض هنوصل للمليون على قد ما نقدر، عشان تعبنا ده بيتقدر. جوايا حنان كبير زي جراني، صغير وكيوت ومدور اسمي ماريت. ربك مديني القبول عشان عليكو سانيت. جيش الميك مليون في ظهري ثابت، موجودين في اي وقت سواء شتاء او صيف. رغم التعب برضو لسه بنستقبل الضيف، بنعمل دربك عشان نصنع الويف. الفرحه في الدم ادمان توصل لو في الريف. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغر عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيله مش جمهور، بيكو بنصنع المتعه بنعمل من الضحكه فنون. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغر عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيله مش جمهور، بيكو بنصنع المتعه بنعمل من الضحكه فنون.